إذا مررت أثناء الصلاة بسجدة في الآيات القرآنية الكريمة فهل يلزمني السجود أم لا؟ إذا مر الإنسان بسجدة في تلاوة القرآن فإنه يستحب له السجود سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. سجود التلاوة مستحب عند جمهور أهل العلم وليس بواجب عند الأكثر، فإذا سجد الإنسان فإنه يؤجر على ذلك، وإذا لم يسجد فإنه لا يأثم، لأن عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: إن الله لم يفرض علينا السجود، يعني سجود التلاوة، إلا أن نشاء. نعم.